عند الاخبار اللي معانا في المواقع. بالمناسبه النهارده هيبقى معانا اخبار المواقع بس، لان طبعا الجرايد ما لحقوش ان هم يكتبوا خبر فايلر، ففي بعض الاخبار المتناقضه طبعا مع اعلان النادي الاهلي للمدير الفني الجديد، لان هم طبعا ما كانوش لحقوا ان الخبر كان تم الاعلان عنه النهارده الصبح. لكن عايز اتكلم على جزئيه مهمه قوي وهنفضل نتواصل معاه وهنفضل في ظهره، محمد سمير مشجع النادي الاهلي اللي خرج من المستشفى النهارده الصبح زي ما حضراتكم شايفين، ابتسامه على وشه مريحانا شوية نسبيا، وكلمة الحمد لله اللي على شفايفه بيقولها على الفيديو ده زي ما حضراتكم كنتوا بتتابعوا كده. لو ينفع نجيب الفيديو من الأول، لأن حبان وهو بيقول الحمد لله وهو راضي بقضاء المولى عز وجل. نتمنى له يا رب إن شاء الله بإذن الله إن هو يكون في أحسن حال دايما. ده هو في طريقه، هو مروح طبعا ومشجع أهلاوي حرص بشكل كبير. ايه ده حرص بكل يعني احلامه وامنياته وكل حاجه ان هو يروح يساند النادي الاهلي في مباراه كانت شبه محسومه امام فريق اطلع بره، وللاسف حصل له هذه الحادثه وهو راجع من خلال القطر. فان شاء الله نتمنى له ان هو حياته تكون افضل واحسن دايما باذن الله، وهنفضل مساندين ليه وداعمين ليه بكل تاكيد. طيب خلينا نروح نشوف